من أجل توفير الطاقة الكهربائية، وذلك بالغاز الطبيعي التي قامت بها شركة دينالي، والتي تقدر توليد الطاقة 4.6 ميجاوات. فقد جاء المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء الجنرال رمضان إردبو دوغورو، وحاكم الولاية إبراهيم ابن عمر محمد صالح، ومسؤولي شركة دينالي زاروا كل المرافق الفنية ومحطة الغاز ومولد الطاقة هذا، وبعد انتهاء كل المرافق سلم حاكم الولاية المفاتيح لمحطة الغاز مؤقتا للمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء. التربينة اللي هسه تشوفوه ده بالماء، يعني أنا نشكر رئيس الجمهورية محمد إدريس دبيتنو، يعني أحتموا فوق مدينة مندو حتى فوق التربينة اللي أنتم تشوفوه قد فيرجل سي ميغا، ده شغل مهم خالص لمندو بصفة عامة. بدوره حاكم الولاية إبراهيم ابن عمر محمد صالح قال أن مدينة مندو تحتاج كمية من الطاقة، ولها العديد من الشركات. مندو ده عاصمة اقتصادية نجاح، وتحتاج كهرباء، كهرباء إسانسيال. عندنا هنا شركات محلية، وبدون كهرباء ده قاعد بيسبب لنا يعني أطلة كتير. علما أن استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بولاية لوغون الغربي.